على كيفكم، على كيفكم رحمن الله كيفكم، ويعطل المسجد على كيفك رحمن الله كيفكم، على كيف حالك يا غريب؟ تعال بصفة، تعال بطل، تعال هنا، تعال الله شهداؤنا الأبرار الذين سقطوا دفاعا عن الشعب العراقي بالتظاهرات السلمية. هسه احنا ما نعرفها وين قاعدنا، القناص ويضربنا، لأن هم المندسين. أنا أقول لكم المندسين من هم، من الأحزاب والميليشيات القذرة، هم هذول المندسين. هذا شعبنا، هذا هاي مواطن، هذا أنا مواطن، أنا مواطن جاي أريد حقي، أريد خدمات، أريد شرفك. أنا ما قاعد ببيت، أنا ما قاعد بوطن ببيت حلال، قاعد ببيت أجار، ليش؟ لعد وين خدماتكم؟ وين أنتم قلتوا؟ أنتم حكيتوا قلتوا راح تصير عندنا ثورة ضد الفساد وثورة بناء، حكاها قبلك المالكي وفشل، وفشل فشل ذريع. وهسه يا عبادي أنت تتجه نفس نهج المالكي. فهذا الشعب لو اتحد، وإن شاء الله هاي ثورة، هاي ثورة بعد انتفاضة، خلاص احنا ما نريدها بعد، نسكت. الشعب العراقي انتم مطالبين امام الله، وباشر حساب عسير امام الله. انتم لازم الشعب تتكاتفون، وتظل هاي ثورتنا، وتظل ثورتنا سلميه 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 لحين القضاء عليكم يا فسده يا فاشلين. مطالبنا اول شيء، اول شيء رحمه للشهداء اللي سقطوا السبت المقبل، يعني ما لهم كل ذنب، هم سلميين، فاكو يعني اكو مندسين، فلا اكو واحد مندس. هي المندس تدري منو؟ الدوله. الدولة هي دست عناصرها، وانا يعني اكو عليهم حقائق ان شاء الله نكشفها مرور الزمن. فاحنا نطالب ماي، ماكو كهرباء، كل كربلاء هسه اكو، اسال كل كربلاء، اسال القوات الامنيه ليش عندهم كهرباء هم؟ بس مع الاسف باعوا ضميرهم على مدير راتب، على مدير راتب، ويجي وزير الداخليه، يجي وزير الداخليه يكرمه كل واحد 500,000. هو هذا المنطقي والمتظاهرين ما راحوا لهم بكذب وقالوا لهم الشهداء قروا لهم الفاتحه مبارك، شنو سووا يعني؟ طلعوا ناس يطالبون على حقهم، يعني من اطالب على حقنا؟ قطعتوا الانترنت، تخافون من الشعب هذا؟ والله الشعب، الشعب ما راح يسكت عليكم، راح يحاسبكم، راح يحاسبكم عليكم، مو بس بالاعمده والله فوقه، زين، وخلي الطير تاكل معدكم. نوابنا المشنقة، أصلاً الدنيا يا بهداوي، أريد
مسكت قلبي شوف اللي كان علي منكم والله ملينا وبلاعتكم عبد غيرة قناتكم الكريمة. اليوم خرجنا نحن أهل كربلاء من جديد لنقف وقفة واحدة. اليوم حقيقة ليس لدينا أي مطلب من الحكومة لأنها تعد وتعتبر حكومة فاقدة الشرعية. اليوم بعد حقيقة ما حصل من تداعيات خطيرة ألا وهو فتح النار بوجوه شبابنا الأحرار الذين سقطوا شهداء على أرض العراق. لذا نحن نقولها بصريح العبارة، ندين ونجب ونستنكر كل من فعل هذا العمل الغادر بحق شبابنا الذين طالبوا بحقهم الطبيعي أسوة بباقي الشعوب ألا وهو خدمات العامة. لماذا يفتحون النار عليهم ويسقطون قتلى؟ من يتحمل المسؤولية؟ نحن نحمل مسؤولية رأس نظام السلطة ألا وهو حيدر العبادي شخصيا، هو يتحمل هذه المسؤولية وقتل الشباب العزل السلميين الذين ليس لهم كل ما طلبوه هو فقط الخدمات للشعب العراقي. هذه واحدة. والثانية أيضا نحن من خلال قناتكم نطالب شعبنا العراقي شعبنا العزيز بالخروج بتظاهرة مليونية لإسقاط هذا النظام الفاسد الذي حقيقة يعني امتد بفساده ولم يفعل أي خدمة إلى العراق. لذا نقولها للشعب العراقي اليوم قف وقفة واحدة لكي تلجمهم جميعا. شكرا. اليوم جماهير كربلاء كافة شرائحها من مثقفين إلى كسبة إلى عمال خرجوا للتظاهرة، أولا احتراما لدماء الشهداء الذين سقطوا في المظاهرات السابقة ويطالبون بحقوقهم. ثانيا المظاهرات ستبقى مستمرة ولن نتراجع عن التظاهر ما دامت الحكومة الفاسدة موجودة. سوف نبقى نطالب بمطالب شعبنا ومطالبنا جميعا كعراقيين. وقد تردت أمورنا في موضوع الكهرباء والماء والأدوية علاج المصابين بالسرطان ولم يبقى شيء يؤسف عليه. لذلك سنبقى نصرخ بوجه الفاسدين أن اتركوا السلطة وليستلم الشعب عن طريق قواه الوطنية عن طريق رموزه الوطنية مصيره وقراره. نحن كبقية المحافظات سنبقى نتظاهر إلى أن نحقق مطالبنا ونحقق طموحات شعبنا. شكرا لكم. اول شيء مطالب تظاهرات كربلاء وابناء شعب كربلاء بالخدمات من الكهرباء والماي والخدمات والصحيات كلها كامله. واحنا طلعنا اليوم في هاي مظاهراتنا نطالب بالخدمات ونطالب بتنحي الفاسدين. يجب محاسبه كبار الفاسدين ونستنكر كل الاستنكار اللي وقع على المتظاهرين واللي الشهداء قدمنا بالمظاهرات مال كربلاء. ونطالب رئيس الوزراء والحكومة العراقية بتلبية دعوات المتظاهرين جيدا. نطالب بمحاكمة الفاسدين من ضمنهم من حكموا العراق من 2003 إلى 2018. الشعب تعب، الشعب يريد إصلاح، يريد نظام، يريد تغيير النظام. Thank you.
اليوم الجماهير تطالب اولا احنا كجماهير كربلاء نطالب بالقصاص العادل من الشهداء الذين سقطوا في تظاهرات يوم السبت الماضي على يد البعض المندسين المحسوبين على القوات الأمنية، ولا نقل جميع القوات الأمنية، هذا ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق عادلة وعاجلة أيضا تكون من رئاسة الوزراء لمعرفة من أعطى الأمر برمي الرصاص الحي على المتظاهرين. المتظاهر عندما يخرج يطالب بحقوقه، لا هو إرهابي حتى يتم رميه بهكذا طريقة بالرصاص الحي. أما اليوم نحن كجماهير كربلاء نطالب أولا بإصلاح ملف الكهرباء، هذا الملف الشائك لحد اليوم كربلاء تعاني والعراق يعاني من نقص بالكهرباء. أنا خليني أوجه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء، اليوم كل الجماهير التي خرجت هي تطالب بإقالة وزير الكهرباء الفهداوي الذي فشل في ملف الكهرباء. إلى متى العراق يستجدي؟ نعم يستجدي الكهرباء تارة من إيران وتارة من السعودية ومنحة من الكويت، والعراق يمتلك أكبر خزين نفطي بالعراق ورابع مصدر للعالم. يعني ما أعرف أين هدرت المليارات من 48 مليار دولار ما صرفوا على الكهرباء، واليوم العراق بدون كهرباء. ملف الخدمات، إطلاق التعيينات، اليوم مدننا للأسف تعاني من إهمال حقيقي بدون خدمات. الماء المالح، انقطاع الماء في كهرباء، هذه كلها مطالب اليوم نضعها كجماهير كربلاء أمام رئيس الوزراء لينقذ الأمر في كربلاء. الناشط المدني عن محافظة كربلاء أحمد العيساوي. يعني هسا احنا جايين نطالب يعني بتعيين، هسا احنا طلاب متخرجين صار لنا 4 سنوات، يعني وين تعيين؟ هسا الطالب العراقي يعني مثل غير اكو ملجأ يروح له، هسا احنا متعينين صار لنا تقريبا 4 سنوات 5، شو يسوي الطالب؟ وين يروح يعني؟ هو معتمد على الله على هاي، يعني يروح وين؟ ما تقول له وين؟ هسا احنا جايين نطالب من الدولة والحكومة يعني شوفوا لنا صورة حل، يعني الى متى يبقى العراق بهاي الوضعية؟ نطالب الحكومة بخدمات، خدمات صفر عندنا بالعراق، يا أخي احنا نطلع من الظلم، ندخل بظلم ثاني، أنتوا صاركم 15 سنة، شنو اللي قدمتوه للشعب العراقي؟ يا أخي لا خدمات لا كهرباء لا مي، أبسط الأمور، الشاب يخلص جامعة يريد يروح تعيينه غير، ليش هاي الشباب قاعدة على الطالة بطالة؟ شوفوا له فرصة عمل يا أخي، هاي المعامل اللي قاعدة ليش ما شغلوها للعالم؟ أنتوا إذا ما تقدرون يا أخي طلعوا خلي غيركم افسحوا المجال غيركم. يا اخي ما يصير اجلاء صناعة لا تجارة، كل شيء ماكو بالعراق يا اخي. نتمنى من الحكومة، نتمنى من حيدر العبادي بان يشوف حل الشعب العراقي، لان هاي العالم خطية. اذا احنا هسه اللي نريده اذا ما يدبرونها وما يقدرون هاي حلول كلها يسووها، نطالب حكم رئاسي يا اخي، حكم رئاسي. العراق ما يفيد البرلمان، احزاب دمرت العالم يا اخي. رحمة الوالديكم شوفوا لنا حل يا اخي. الشعب العراقي ترى طق الصور مالته الى حد وساعه لساعه ينفجر، واذا انفجر الشعب ترى ما حد يوقفه، الله شاهد. وشكرا. اليوم كباقي الايام، اليوم احنا نطلع وراح نبقى نطلع الى ان نوصل الى ارضيه من الوعي يفهم بيها المسؤول ما يريده المواطن. اليوم مو مجرد خدمات، مطالبنا مو مجرد خدمات ولا توفير ماء وكهرباء، اليوم نريد تغيير حقيقي وواقعي من الدستور صعودا.
خلاص اليوم ماكو مجال، لازم نوجد وعي لدى المواطن. اليوم راح المواطن يقول وعيه وراح يقول كلمته لنغير الواقع كله. قضية الكهرباء والخدمات أوكي على جنب، ولكن الأهم أنه نضمن دستور وتعامل جدي من قبل اللي يحسبون نفسهم منتخبين. شكرا جزيلا. خرج جماهير كربلاء هذا اليوم للمطالبة بحقوقها، وكذلك خرجوا أول مطلب لهم التحقيق الفوري العاجل بملابسات أحداث الأحد الماضي الذي راح ضعيته ثلم الشباب كربلاء، الذي خرج مطالبا بحقوقه المسلوبة من قبل الحكومة التي للأسف نقول أنها حكومة منتخبة. كذلك مطالب الشارع اليوم العراقي هي أبسط ما يكون، أنه توفير الخدمات للمواطن كهرباء ماء بلدية إلى آخره، كذلك توفير فرص العمل للشباب، كذلك توفير درجات وظيفية لأصحاب حملة الشهادات. اليوم صاحب الشهادة شنو ذنبه اللي صار له 5 سنين وستة قاعد وساكت ماكو لا تعيين لا أي شيء؟ أي واحد معد. اثنين إلى رعاية خاصة بعوائل الشهداء. اليوم الإنسان يروح يقاتل وينطي دمه في سبيل الوطن، بالتالي إنه عائلته قاتلها الجوع ما عدها أو تقدي، ليش؟ هي هو هذا يعني الإنسان اليوم اللي ينطي دمه يجي جازونه؟ أول مطلب هذا من الحكومة العراقية توفير فرص عمل، الشباب كلها قاعدة لا عمل لا شغل لا هاي. إلغاء مجلس النواب، هذا غير هالمطالب الشعب ما عاد لا يريد لا ماء ولا كهرباء، هذا عيب واحد يسولف بين اصلا مال ماء وكهرباء، نسولف الغاء مجالس المحافظات والغاء مجلس النواب، غير ذن ما عاد الشعب ما يريد، اذا لغى ذن بؤره الفساد ذن اثنينات مجلس المحافظات ومجلس النواب، اذا خلصنا من عند الشعب حاش مرتاح. يا صحيح، وانا جماعه حياتنا بالجمع اللي انتم فيه كنا تشرين.